وانا بعض محبين چ ونن رب سن محبت ثون ول مساكين واهل الدنيا وانا يم دنيا هيك مسكين خرجوا من الدنيا يم صدراي دنيا مز موت اخ وما ذاقوا اطيب ما فيها تموشين عيد سالي بقت مودر كي اشايت تموش بدات مزه قالوا وما اطيب ما فيها تموش شاگرد دوت عيد كي اوس سالي بقت زاد بيها قال محبه الله سكاش يم سال ظالم بنين اتكي وإن كاش ما أشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمس يا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أي كاش ما أشاء بنا متفل ما كاش بنا متفل نسويتي يوسف سعير الله سيد بان بان جود سوشيت تايبرد يوسف زال رسيني زال استر سايه هاي شل غيري ها ورزق ساري خود أو هنول بيوت كم زور دار يمي من تمان نهاني ده سامان درس برشنا خسان منا تهون سودا شو أسان شيطان نهيد واد تهون سودا كيس أسان شيطان نسيرف واد وخيالات المحال البهتان وانا بيقاسن محال خيالات بهتان فلا تزال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف بشان يعني الاكسير مز منزلة التذكر ورات مز يوسف بشان كي قران يعني اشبني وكي تفكر تفكرك يم ثمرات تيم كي تبرغاسن خسل تفكر الثمرات كيف تبدا سنه هسه الاسفني وتتمز قصر العمل قصر العمل عمل دائما ايش التعامل في القران اور تري مون ايش كي من چیزن هن قله صحيح من چیزن هن قله يعني يمشن كارين زاد اور سو ايش وكار ذكر يمشن مفسدات يعني ما استري يمشن ما كرم ذكر يعني كش مفسدات مفسدات وانا اما مفسدات القلب الخمسه فهي التي اشار اليها وانا ني رود هسد لك باس مفسدات تما سچتي ميمن كون مؤلفا اشاره من كثرة الخلطة والتمني والتعلق بغير الله والشبع والمنام يون اسا يعني امباس كثرة تعلق نش خلط ملد غسون زياده تمنات هاوين تعلق بغير الله يدبر ها اور شونغون زياده فهذه الخمسة من اكبر مفسدات القلب امباس هسچي دلكيو بڑيو مفسدات ومز دلس خراب كرن والي مز وعلم ان القلب يسير الى الله والدار الاخره ونتزان سكي دل شو پاکان کمسكون الله ترسكون اور اخرت کس گارسكون ويكشف عن طريق الحق ونهجه اور شو پرد تھوتلان کمنش حق چ وایتنش ها طريق الحق ونهج نهج تغسوي وافات النفس وال وافات النفس والعمل اور بشي دل تولان پرد کمنش نفس کی تو اور عمل ہی دی وافات ونش وقطع الطريق اور یہ رب سن قربش واچ ام اتمز یم لوٹی ارش ڈاکوش حملہ آور گسان تم نش تھی پرد تھوت تلان بن نوری ہی کت پڑھ دل دل یہ پرد تھوت تلان اس مس مس نور چھ آسان و حیاتی و قوتی ہی بے پن زندگی ذریعہ اور بے پن قوت ذریعہ و صحتی ہی و عزمی ہی پن صحت تا عزم ذریعہ و سلامت سمعی ہی و بصری ہی اور سم یعنی ام سن سم چھ آسان سلامت ام سن بصر چھ آسان سلامت وچھنا ام ذریعہ و غیبت الشواغل والقواطع عنه اور ام دل نش آسان تمام مشغول کرن ول چیز اتھ رب نش ژٹن ول چیز تم چھ آسان ام نش غائب اور توے شی حقانی مختلف مو چیز نش پرد تھود تول و ھذہ الخمسۃ تطفئ نوره و نا ام پانچ چیز چھ نا یم شیدن پیر یم شی امک نور بجاوان و تغور عین بصیرته یم شی ام سز ام بصیرت چھ اس چھ نا آسان اگے بصارت اگے بصیرت ام بصیرت چھ اس چھ آسان یم شی من کرن تغور تغور مطلب گو یم شی پر کال یم شی ایم اس چھ آسان کش اچ پتہ حقان کمزور گسان یم اندر ی آسان پتہ یم سو کم دیوان تتہ پر چیمس بصیرت اچ یم سنا یم پانچ چیز ختم کری و تسقل سمعه ایم سن کان تی شگی گسان سماعت گوب گسان الا لم تسمه و تبکمه اگر چ زور کرس نہ کہین تے کول کرس نہ کہین دا و تضعف قواه كلها اگر کمزوری ش سارنی قوتن مس گیا کران و توهن صحته ایم سن دلوک صحت کیا کران ختم وتفطر عزيمته امسن دلوك عزم سنا ختم كرت و توقف همته امسن همت سنا ركبت وتن وتنقصه الى ورائه اور امس لاغا ما كون پات كوني واپس ومن لا شعور له بهذا فميت القلب يمسن يباسنا كهن سو شب مرد دلو يمسن يپتاش كهن يم يم چيز شي موسيت نسان وما لجرح بميت بميت الام ايش اخشاره تبيك اخشي کی مرد شنو پتہ زخم سۭتۍ دگ وتھان فہیا عائقۃ له ان نیل کماله یم پانچ چیز چھ امس رکاوٹ بنان کمالس تام واتن نش قاطعۃ له ان الوصول الى ما خلق له یم چھ تمس ژٹان
تحت جيزس نشواتن نشي يم خدرس بغدا او كرن يعني ربسنز لازم من ربسنز عبادة. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول اليه يعني يتمز يوتن تام واتنس مز امسن خدر كيا شامس نعمت تتاون سعادت من دي تتاون سرور تتاون لذت تتاون يم شي امسات مقصد اس واتن نشرك اور بران. فانه لا نعيم له ولا لذت كذا اي شخص اس خدر شان كهن تي نعمت كهن تي لذت ولا ابتهاج اور نا مسرت ولا كمال اور نا كمال الا بمعرفه الله ومحبته سوايك بيت الله تعالى سن معرفه محبه سي وتمانينه بذكره اور طمأنينة بذكره بي رب سندي ذكر سيد اتمنان سيد والفرح والابتهاج بقربه رب سندي قرب سيد كا فرحة سرور حسل قاسون امي سيد شكام يبي امي سيد شكامال والشوق إلى لقائه بي رب سندي ملاقات سيد كا امي شوق قاسون. فهذه جنته العاجلة يهيش امس مؤمن سنس دنيا سيمة جنة يلي امس يمشي يزغسل كما أنه لا نعيم له في الآخرة يتبعتني آخر تسمز امس كهنت نعمة شا ولا فوز إلا بجواره في دار النعيم في الجنة الآجلة یتھ پٲٹھۍ أمِس ٲخرَتَس منٛز کٕہٕنۍ تہِ کامیٲبی چھِ سِوایے ییٚلہِ یہِ کیٛاہ پناہ کَرِ طلب تَتھ نعمت وٲلِس جنتَس منٛز یُس أمِس کیٛاہ عاجِلہ عاجِلہ گوٚو جلدی عاجِلہ کیٛاہ گوٚو یُس أمِس مُقرر چھُ آمُت تھاونہٕ کٔرِتھ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ دُنیا ٲخرَتَس منٛز أمِس نعمت چھِ کَتہِ جنتَس منٛز تِتھَے پٲٹھۍ دُنیاہَس منٛز تہِ گژھِ أمِس یہِ لذتُک جنت حٲصِل گژھُن مگر سُہ کِتھ پٲٹھۍ گژھٮ۪س ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز یعنی اللہ تعالیٰ سۭتۍ مُلاقاتُک شوق آسہِ تھاوان رۄبہٕ سٕنٛدے ذٔریعہِ آسہِ أمِس فرحت تہٕ سروٗر مِلان. فلح جنتان وَنا اس لیے أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کۄس جنت چھِ آسان زٕ جنت لا يدخل الثانية منهما إلا لم يدخل الأولى یُس نہٕ اگر نہٕ یہِ دٔیمِس منٛز گۄڈنِکِس منٛز گوٚو دٲخل یہِ گژھِ نہٕ تیٚلہِ دٔیمِس جنتَس منٛز تہِ دٲخل کِہیٖنۍ بوٗزِو سُہ کیٛاہ گوٚو وَنا سمعت شیخ الاسلام ابن تیمیۃ یقول إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وَنا مےٚ ہسا بوٗز شیخ الاسلام فرماوان دُنیاہَس منٛز تہِ چھُ جنت یُس نہٕ تَتھ جنتَس منٛز دٲخل گوٚو سُہ گژھِ نہٕ ٲخرَت کِس جنتَس منٛز تہِ دٲخل. وقال بعض العارفين وانا بعض عارفين چھِ وَنان رۄبہٕ سٕنٛز معرفت تھاوان وٲلۍ وَنان إنه لا يمر بالقلب أوقات وَنان دِلَس پٮ۪ٹھ چھِ کینٛہہ تِم وقت گُزران أقول بہٕ چھُس وَنان إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب اگر جنتیَن تہِ آسہِ یِژھٕے زندگی تیٚلہِ چھِ تِم بہتریٖن زندگی یعنی تیوٗتاہ حالت چھِ مےٚ دُنیاہَسٕے منٛز گُزران دِلَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ وقت. وقال قال بعض المحبين وَنان بعض محبين چھِ وَنان رۄبہٕ سٕنٛز محبت تھاوان وٲلۍ مساکیٖن و اہل دُنیا وَنان یِم دُنیاہٕکۍ مِسکیٖن خرجوا من الدنيا یِم ہسا درٛایہِ دُنیاہَس منٛز موت اَکھ وَما ذاقوا أطيب ما فيها تِمو وٕچھی نہٕ اَتہِ ساروی کھۄتہٕ موٚدُر کیٛاہ چھُ اَتہِ تِمو وٕچھ نہٕ تَتھ مَزٕ قالوا وَما أطيب ما فيها تِمو ووٚنُس شاگِردو اَتہِ کیٛاہ اوس ساروی کھۄتہٕ زیادٕ بہتر قال محبت الله سُہ کیٛاہ چھُ رۄبہٕ سُنٛد محبت وَل اُن صُبحی رۄبَس کُن گٔژھِتھ سکوٗن کَرُن حٲصِل وَل شوق الى لقائه رۄبہٕ سٕنٛدِ مُلاقاتُک شوق وَل اقبال علیہ تٔمسٕے کُن مُتوجہ گژھُن وَل اعراض عما سواه تٔمِس بغٲر یِم تہِ چھِ تِمن نِش اعراض کَرُن او نحو هذا من الكلام یا یُتھُے ہیوٗ کلام فرمو تِمو وَکُل من له قلب حي يشهد هذا ويعرفه ذوقا ییٚمِس دِل آسہِ نہ زِندٕ ہا سُہ چھُ اَمیُک مُشاہدٕ کران سُہ چھُ یہِ وٕچھان ويعرفه ذوقا تٔمِس چھُ یہِ ذوقہٕ ذٔریعہٕ فِکرِ تَران ذوقن مطلب کیٛاہ گوٚو یعنی وٕچھو اکھ گوٚو ذوق یہِ گوٚو حِصی ذوق بیٛاکھ گوٚو معنوی ذوق یعنی أسۍ چھِنہ وَنان ہے أمِس حظ چھُ شٲعری ہُنٛد ذوق شوق سُہ ما چھُ یہِ مَزٕ شٲعری کِتھ پٲٹھۍ لَگان مَزٕ سُہ بدل مَزٕ معنوی ذوق گوٚو تی چھُ وَنان وۄنۍ چھُ أمِس چھُ یعنی ییٚمِس کیٛاہ آسہِ ییٚمِس دِل زِندٕ آسہِ تٔمِس چھُ پانَے تَران فِکرِ کہِ یہِ کوٗتاہ بوٚڑ نعمت آ یہِ کوٗتاہ بٔڑ نعمت چھُ گوٚو یِہوے چھُ یہِ رۄبَس رۄبہٕ سُنٛد محبت رۄبہٕ سُنٛد ذِکِر یہِ چھُ دُنیاہُک جنت ییٚمۍ نہٕ یہِ دُنیاہَس منٛز یہِ سروٗر حٲصِل کوٚر کِہیٖنۍ سُہ چھُ تیٚلہِ محروٗم ٲخرَت کہِ جنت نِش تہِ کیٛازِ سُہ آسہِ نہ ضروٗری رۄبہٕ سٕنٛدِ ییٚمہِ قرآن نِش رۄبہٕ سٕنٛدیو فرامیٖنو نِش دوٗر بوٗز دوٚپ وۄنۍ کَرِ یہِ اَکہِ اَکہِ یِم ایٚکٕسپیرمٮ۪نٛٹ وۄنۍ حظ ہِل اشیا الخمسا قاطِ اَتُن انحدا وَنان یِم پانٛژھ چیٖز چھِ اَمہِ نِش أمِس ژَٹان یہِ سروٗر حٲصِل گژھنہٕ نِش حایل تُم بین القلبِ و بین ہوٗ یِم چھِ أمۍ سٕنٛدِس دِلَس تہٕ اَتھ مقصدَس منٛز حایل گژھان عٲیقت الحو ان سیر ہی یِم چھِ أمِس رُکاوَٹ بَنان أمۍ سٕنٛدِس سفرٕ نِش محدِثت الحو امرادن و عِلن یِم چھِ أمِس منٛز پٲدٕ کَران تِم مرض تہٕ بٮ۪مارِ اِلم یا تدارک ہا المریٖزو خیٖفا علیہ مِنہا اگر نہٕ یِم مٔریٖز یِمن تدارُک کَرِ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ خوف کہِ یہِ مَرِ یِمو ذٔریعہٕ سَمجھ چھِ یِوان فَم وۄنۍ کَرِ یہِ اَکہِ اَکہِ ذِکِر وَنان فَم ما تُعثِروه کثرت الخلطة وَنان روٗد وۄنۍ کثرت سان لُکَن سۭتۍ خلط مَلط گژھُن ہا روزُن ہا اَکھ گوٚو صالحیٖنَن سۭتۍ روزِ ہے بیٛاکھ گوٚو یعنی یُس اَسہِ دُنیاہکٮ۪ن لُکَن سۭتۍ روزِ وَنان یہِ کیٛاہ تعثیٖر چھِ أمِس ترٛاوان فَمتِلا القلب مِن دُخانہِ انفاسِ بنی آدم وَنان أمۍ سُنٛد دِل چھُ کیٛاہ بٔرِتھ گژھان آدم سٕنٛدیو اولادو سٕنٛدیو کیٛاہ دٕہ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ ہُہ دٕہ کیٚنٛہہ ظٲہری دُہ یہِ چھُ کیٛاہ سُہ یعنی تِہُنٛد سُہ بیٛاکھ سُہ معنوی اَدبر حتا یَس وَدا حتا کہِ أمۍ سُنٛد دِل کیٛاہ چھُ گژھان کرٛہُن وۄنۍ یوٗجِب الحوٗ تشتُتَن و تفرُکا یہِ چھُ أمِس پٮ۪ٹھ واجِب بَناوان تشتُت أمِس چھُ دِل اورٕ یورٕ گژھان یہِ چھُنہٕ أکسٕے مقصدَس پٮ۪ٹھ روزان وَ ہَمَن وَ غما اور ہَم تہٕ غم أمِس گژھان پٲدٕ وَ ضعفن اور کمزوٗری گژھان پٲدٕ وَ حَملن لِما یعجِزُ عن حملِہِ
ها یشود تیم چیز بیامان چه امستولن یه میکی طول نیشی آجیز شو سوکه شو من مؤنت قرآن ایسو امیش برسویتین هنز خرچی بیامان طولن اگو خو ظهری خرچه بی اگو تی هنز کمپنی دیشه نه اصلا گوب امیش بیامان تامیک سامن کرم و اذا اتی مسالیحی پنی مسئله هات چه میزایی گسان یشتو نه زایی تیم کردید امیش کام مقصد اصلا ببرها کان کتاب ببرها تفسیر یه لیمیز برسویتی آو سوکه شو میسنوا امیش محروم اشوال اشتغال عنها بهم وبأمورهم مش مشهور رضاي من يصير اور يندر معاملات بان جاي مسكا غسان مشتي والتقسيم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم امس فكر شي غسان تقسيم تمر وادي نماز يم هو دي مقاصد اسان تش تهد اراد شاسان فماذا يبقى منه لله وللدار والدار الاخره امس كار وجب باقي الله تعالى تسقطر بي اخرى تسقطر جنا والله مثال قدر بر اش زان ايور اش شي سو خيال ثوان دا اسون انسا اش اي بات پول دی کم اوزه چای دی چه لیکن اش پور از سویت که اصلا لیکن اگر وین که هایی تی من سویت یم دنیا پرست اصلا تیم بنا منوی های بلاغ بلاغ تو کالان هوت پر بیکر کرن تیم بیکر کرن سینا تو هوت آب اسم زویدن تو مخلی چونه گناه امیس کیا گو گو تایم گو دنیا هیچ لازتا ہے اصلا تایم کیا گو زائی یوسف امیس مقصد و ذکر کری ہے تیم دنیا ذکر کرن تیم کتن یہ انتاک شریعہ لاغان ریکارڈ ویکارڈ وانن تاتی تولن بیکرن ڈسکو دام ویلے کالان سویت تو کارن پتو باکر پریش گسان چونه یہ ہے ایشو امس گسان پتہ کیا روز امس اللہ تعالیٰ سن خطر پتہ دنس نماز پرنا ہاں جمع تقدیم تو جمع تاخیر بحث یہ تھی چلان تم تک چھن تے تک ونان یہ چھن پرنی ہاذا ونا و ہاذا کم و کم جبلت خلطۃ الناس من نقمہ ایشو اصل جملہ ونا کوتا ش کھینچت انان لوکن سیت سامخن کیا نقمہ مصیبت و دفعت من نعمہ کوتا ش نعمت سنان دور کرت و انزلت من محنہ اور کوزا شی امس امتحان است آزمائش امس تراوان وعتلت من منحه اور کوزا شی رکاوان رب سنس کیا یوسف امس انعام اسن تیم رکاوان واحلت من رزیه اور انتهای زیاد مصیبت رزیه گو یعنی مصیبه شدیده یعنی شدید مصیبت امس پریوان واوقعت فی بلیه اور یوسف امس کیا تراوان آزمائش امس بوتو شرا یم ایسو تی امس پتکا وان ترات مس وهذا آفت الناس الا الناس وهلها آفت الناس الا الناس کیا لوکن ہز آفت چا لوکو بغیر بی کے یعنی لوکن ہز آفت کیا چھ لوك اشياء اخس افات وهل كان علي على ابي طالب عند الوفاه اضر من قرناء السوء وانا ابو طالب سن وفات بيس كيا اوست مي سوسال يخد نقصان قد مي بيس برسيتي اس لم يزالوا به تمرو تمستتي حتى حالوا بينه وبين كلمه واحده توجب له سعاده الابد تمغي هائل تمس وينها اخ كلمه تمس غشا ابدي سعاده من دي رسل تمغي هائل وهذه الخلطه التي تكون على نوع موده في الدنيا وانا اساسا یہ خلطہ چھنا آسان یہ چھ آسان دنیا مز کہاں یوان محبت پان چھنا محبت کا قسم آسان دوستی وستی آسان تھوڑا وانا وقضاء وتر بعضهم من بعض یا اڑ چھ اڑن نش پتہ حاجت چھنا سر کہاں حاجت آسان مطلب کہاں نفر چھ آسان یمن سۭتۍ دوستن سۭتۍ محبت گو ہوئی یا کہاں حاجت آسان یا ونیا کھسان یہ بزنس پارٹنر ون چھ امس ضروری چھ آسان تن قلب اذا حقت الحقائق عداوة یم سات حقیقت گژھنا ظاہر آخرت مز یہ بنی عداوت یعض المخالط علیہ یدیہ ندما اور یہ مخالط اس نے اسی میں رلیو مت اسی مرسی تو کہ امس گس ندامت کی اتپ کما قال تعالی و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا امس ظالم پنن ات کی منی کاش میں اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وترتمس یا لیتن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں اچھا بنو فل میں کیسے بنو فلن سوتی لقد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی او یہ تم اس ڈولز بتا میں نصیحت نشیل میں نصیحت ائی وکان الشیطان للانسان خذولا اور شیطان شو انسان اساسا خذول یعنی شیمز گڈ مصیبت اسنے واتا پس ونا بچے بری بری چیز نش میں کول میں کی ہند وقال تعالی الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوست اسن کیا اخ استم دو دشمن سوائے کام متقی وقالت اش والضابط النافع في امر الخلطه وانا ما تيوتي ضابط یاد کوتا پس حالت ملت لو کن سد روز وانا ان يخالط الناس في الخير امس بس خير اسمز لوكان سيد رالون قال جمعه جمعه اسمز والجماعات جماعات اسمز جماعات اسمز والاعياد عيد اسمز والحج حج اسمز وتعليم العلم والجهاد والنصيحه هذا سمج يعني خير كي تمام ويعتزلهم في الشر شر نشكا بس روز شر اسمز تين بن دور روزون وفضول المباحات مباح شيء اسمز تين نبر نيرون حد نبر فاذا دعت الحاجه الى خلطتهم في الشر اگر ون حاجت اوس امس اوس نہ کانہ چارے امس پہ شرس مز یمن سۭتۍ سۭتۍ روزن یم شرس مز تہ یہ تہ اوس مگر اتین ولم یمکنہ اعتزالہم امس اوس نہ ممکن یمن نش تراون مطلب اکسی گاڑی مز سفر کرانے کی یہ کیا کری فالحذر الحذر
أن يوافقهم. يرودن احتياط اسمه زيك يقاس ن يدس أتشار اسمه زي مسؤول موافقة قارون. يعني إيش تايم سادي مسادي بحشو. مثال كتور قايد مزاج لي قايد تلاني يعني. قارئ أصلاً. قارئ نامس هم باقي. يليمس باسكي ماشيني مانان. قارئ نامس سريتيم قارن. يا إيش فناي تن نامس موقع يا إيش. يا إيش تبر سان مارك درام. مطلب سوشي. إيه مشو. أعرف إيش بات عايز. قارئ عايز إيش موقع ماشيني قاسني مناسيت كوت. شاكراس. أوري ماشي بد أخلاق. قارئ نيجو قارئ إيش. ما يمون متشكو إيش. مودنا إيش كويس بيا. إتى سان مارك عايز. دكتور إيش عايز علاج قارن خدرو قاسون. إيش شو مكسي. إيش نبض أور ساوي ربانان. ساف قايد مانان. Tell you what? Tell you by any. Do you? No, actually, I got home. I even got the last stage. But my schedule last month, after that, so she put us last stage. Actually, what carry we should? Fashion, I mean, I'm saying, I'm carrying at Sharas Mazi money. ليصبر على أذى وليصبر على أذى هم يكرني هذا أغرب من مستخلف واتمنى يكرن صبر فإنهم لا بد أن يؤذوه يوم واتمنى ضرر مستخلف إن لم يكن له قوة ولا ناصر. أغرنا إمسك قوة كمددكار أسي ولكن أذن يعقبه عز ومحبة له وتعظيم مگر ايش سو تكليف يمبت امس عزت گس حاصل محبت گس حاصل تعظيم گس حاصل وثناء عليه اور بي گس امس کیا حاصل ثناء منهم ومن المؤمنين يهدي طرفتي يلي مشان ايش صبر كران اخ وقت واجب كران امس تعريف اور مؤمن تي كران امس کیا تعريف ومن رب العالمين بيكوس كار تعريف رب العالمين وموافقتهم يعقبها ذل اگر ايمان موافقت كاري أمس قايس أمس الزلات خسر. يعيش يمر مزت الزليلة. يا أوس أيش بنا أودان تاني شو غلط. وينا لوجنا أمتى كسرت شون. ها. وبوغزون له. إمشي أمس بات بوغز. أمس قايس خسر بوغز. ومقتون نارازجي. وذم من هو من المؤمنين ومن رب العالمين. أمس قايس مزمت خسر كم شن طرفه. إنت طرفه تيم مؤمن إنت طرفه أو رب العالمين طرفه. فالصبر على أذاهم خير وأحسن وعاقبة. إذا استقلب هس بس صبر كارن سوتش زيادة بيحتر أو أنجام أدبار زيادة بيحتر. أحمد معالا أو يعني أنجام أدبار ساري خط تيري فور. وإن دعت الحاجة إلى خلطتهم في فضول المباح اگر و کوئی حقوق یعنی حرام چیز یا کان چیز اگر و امس حاجت پیو کوئی سات امس پیو یمن سید روزن کتمز فضول المباح مباح چیز چھ لیکن حد نبر فلیجتهد ان یقلب ذلك المجلس طاعه لله ان امکنه یشنو یمن سید گومت مش مباح چیز کران یا اس کما ودن خر کما یا باقی اگر امس ممکن اس ی بدلای رب سید کتمز اطاعت اسمز کتمز کیا کریم يعني يقدر ذكر كرو سبحان الله باقي بلك هدي اسمعني باقي كرو سبحان الله وانا يقدر ما كم ويشجع نفسه ويقوي قلبه يقدر بنس نفسه ديجا طاقة ورهاب تقوية ديس ولا يلتفت إلى الوارد الشيطاني القاطع له عن ذلك يقدر سنجا التفات كرو الشيطاني مزات هوا وقت شيء من منسى كرو ما ينجي مش مباشر يز كران تكشي شيء حرام ماشي كران نايم شو الشيطان سكون ديان دون مزات بأن هذا رياء شيطان من مشي شكس رياء كيري كران ها شنو ومحبة لإظهار علمك وهالك تشكر ان باسن كي بكر هبن علم تبن حالت لوكان بيت ونحو ذلك فليحاربه لدن شيطان الخلاف وليستعين بالله يكرن رب سن مدد غزل ويؤثر فيهم من الخير ما امكنه يفهر من مذكرتي يا مش ممكن اس ان زاج وانا غرب كارما يمن تي كان كم تشن توكن شيطان مسيو فإن أجزته المقادير عن ذلك اگر امس کیا تاک یعنی قدرت امنش عاجز کرے فل چیکہ مش امس امشن قدرت چھنا بنا میرا قدرت بہ حق نہ کرتی ایت کی تیر کیا کرے منا فل يسل قلبه من بينهم كسل الشعرة من العجين ونا یکڈن دل یمومز نبر تت پیٹ پیٹ مسوال چ ائٹمز نبر کڈن س کیا مطلب گو ولی یکون فیہم حاضرا غائبا یروجی من مس حاضر تت غائب تس کیا گو قريبا بعيدا قريب تت نائما يخذانا شنقت تت خشارت وانا ينظر اليهم ولا يبصرهم ياش وشاني من يكون لكن ياش نظر يمن يكون لكن بوز ناس ناس يوان كي هنت ويسمع كلامهم ولا ولا يعيه وانا ياش يكون كلام بوز لكن يا داش ثوان يعني بلا كان اتي دي ياش نتل بوزان ما اس خبر خبر ثوم شنو باز لا كان سو لانه قد اخذ قلبه من بينهم قال مش بان ديال امز نبر كورموت ورقى به الى الملائكه الاعلى ايش حسب بعض استجس مقام البراسانيه يسبح حول العرش مع الارواح الالوهيه الزكيه ايش حسب عرش الانسان تدن تدن ارواح نسيت معنوي طور بس سمج جناسا كل ساعه شيء تكنيك ابنوس يعني كل ساعه كان اصلا كان مجلس ابي شنو ايد اصلا وارد هود واتنس بیهوان اتی آج موبایل اتی شاید اصلا پر آن ات پر من پتاه ایشو بوز آن سو وندی شاید امیس اصلا کان خبر که ات پتاه میگم الله اساس ها تو کیا ایشو من کل سال چی بیای تو امیس کیا چارو وانا لیکن و ما اسعب هادا وانا یکوتا مشکل شو و اشقه على النفوس یکوتا مشق از مچ نفس اندراوان انه لا يسير على من يسره الله عليه لیکن تمیس خطر شی آسان یمیس خطر الله تعالی آسان
فبين العبد وبينه ان يصدق الله وانا ات بندست ات در میان چ یکی یک رب ست پوز مامل و یدیم اللجا الی یعنی دائمی طور پر رب سکون کیا رب سن پناہ طلب کرم و یلقی نفسه علی بابه تریحا ذلیلا اتر رب سن جس دربار اس بوٹ کے پن نفس کیا پتھر ذلت اس مز ولا یعین علی هذا الا المحبه الصادقه ات کرنے امس مدد مگر یلی امس رب سن پیز بیٹ کیا ایسی محبت و الذکر الدائم اور بے کر یہ دائمی ذکر کت پیٹ بالقلب واللسان پن دل ست زیب ست و تجنب المفسدات الاربع الباقیه بے ان باقی صور مفسدات چی من اشتکای مشکرن اجتناب الاتی ذکرها ولا ینال هذا الا بعدت صالحه یہ کرن گسن حاصل یہ کرن کہنا فر حاصل الا بعدت صالحه مگر کت پیٹ صالح ام گس حسن بہترین تیاری کرمس و مادت قوت من الله بے گس مس قوت اسن کم ذریعہ كم سنترف على ترس سنترف وعزيمة صادقة بيجي شخص مس بوز عزم وفراغ من التعلق بغير الله يجي شخص فارغ الله ترس بغير بيجي شخص تعلق مش سام شيء وان يقول قدنك مفسد يقول شو مو شو المفسد الثاني هو قص مفسد شو دايم من مفسد ركوب بحر التمني يعني تمنى هن هندس سمن درس بتاعي أميات سرى أميات عملا عملا وهو بحر لا ساحل له وانا ايش سو بحر سو سمندر کیا نا شو بر ايش سو سمندر يتن كا کیا ساحل چ تمنا ہن دس بحر اس مش ساحل کی ایت وهو البحر الذي يركبه تا شو پتہ سمندر اس کام چ خسن تمنا ہن سمندر اس مفاليس العالم یہ عالم کی مفلس آسان چ یعنی ہر اعتبار مفلس مال اعتبار تے علم اعتبار تے عمل اعتبار تے تم کیا کران صرف تم کیا کران صرف اشفون كما قيل كما قيل ان المنى راس اموال المفاليس وانا يتمنى سري امید هچي امید چاسن مفلسن هند راس المال ها ايش تي زي كابيتال اسن وبزاعه ركا وبزاعه ركابه مواعيد الشياطين وانا يهدن يمن تمنى هني دي سمندر اس پچنا خاسن وانا تي هون سودا شو اسن شيطانن هند واد تي هون سودا كيس اسن شيطانن صرف واد وخيالات المحال البهتان وانا بيگسن محال خيالات بهتان فلا تزال امواج الاماني الكاذبه والخيالات الباطله تتلاعب براكبه كما يتلاعب بالجيفه معنا نه يم تمنى هن هي كه يم لهر يم اسان چه اپس تمنى هن لهر اور باطل خيالات هن لهر يم اسان چه يم چه امس يسي باطل تمنى كارن بول چنا اسان يم چه امس تيت پيٽ گندان ات پيٽ اگر سمندرس مز لاش لگاون سو ينه اور لگاون ات پيٽ امس كارن وهي بزاعه كل نفس مهينه خسيسه سفليه ايشو كم سن سودا رات کنسی یس پست نفس آسان جیمز نکا ہمت بلند ہمت چا آسان لیست لها ہمت تنال بها الحقائق الخارجیہ امیشن کا ہمت ی آسان ارادہ ی آسان مضبوط عزم ی آسان یم سیتی حقائق ہن علم حاصل حاصل کر فعتازت انھا بالامانی الذهنیہ امیس ماش تا کان حاصل کرن ظاہرا یہ سوری کت مز ذہن اس مز بناوان بیت 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 تمنا تھاوان فیمثل المتمنی صورة مطلوبة فی نفسه وانا ايش بند اندر کین ذہن اس مز بناوان کہ اخ صورت جس مس مطلوب ایسے وقد فاز بوصولها اور ام شی حاصل گسن چتم ولتذ بالظفر بها ام زگی ہے صورت ی از حاصل ام زگی لذت ام شی حاصل فبین هو على هذا الحال اذا استيقظ فاذا يده والحسير یلی پد ہوشار گسن چ اچم سن اتا اسن بی اسن ٹاٹ تلکین یا اسن ٹاٹ سگی نہ ام پتہ مے گو پن مقصد چراکو سات گسن یا سان خاوس مز ہند مند کھما خرمز کھما جنا یا سات درس دیوان مسجد حرام اس مز پتہ لی ہوشار گسن یا سا گری بیہ بسترس پہ چرا سا ایلن پوری وانا صاحب الهمه العليه يس بلند همت ول نفر شو اسن امانيه حائمه حول العلم والايمان امس اميت شاسن ناسقات بت علم است ايمان اسندين والعمل الذي يقربه من ربه اور تات عمل اينين جس مس ربس كيا خير قريب ويدنيه من جواره ربس جس جوارس ربس جس قات بت منو كيا همساي كي مز ني اس قريب فاماني هذا ايمان ونور واماني اولئك خدع وغرور وانا يمس اماني شاسن ايمان تو نور هوز امید چھ آسان کیا دوخت بے یعنی دوخے غرور وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم المتمني الخير ونا نبي صلى الله عليه وسلم کر تعریف کم سن نبي صلى الله عليه وسلم کر تم سن تعریف اس خیر تمنا اس تمام وربما جعل اجره في بعض الاشياء كاجر فاعله كل سات رسول الله صلى الله عليه وسلم دتمت ام سن اجر قرار تم سیو یم یکر چھ راسو اوس تمنا شی جیز ایکشن سو اس مگر کوشش تی کرن کل قائل لو ان لی مالا لا عملت بعمل فلان
مثال كي دربرسو حديث مز شامت سوناوس اگر من مال اسا بقراهم سيد بيت تتمز الذي يتقي في ماله ربه يسبل ات مال اسمز گمس ربس كوزان شو ويسل فيه رحمه يش رحمي رشته جوردان ويخرج منه حقه يش امز بان حقته يعني الله تعالى سن حقنا وقال هما في الاجر سواء فرموك يمدن ويش اجر اسمز اخ شكران اكزاكتلي باكشون اگر ميت اسا مال بچ كر هي يشن اپوز تمنا امش پز پٹ از می مسمم اسن بکاری امش رب دیما برابر اجر با گو اپوز تمنا بس شسا علم بن پرن نورانی قاعده من پرم کی المفسد الثالث من مفسدات القلب گو تریم التعلق بغیر الله التعلق به وهذا اعظم مفسداته على الاطلاق ايش سالي خد بد خراب کرن ول دلس على الاطلاق مطلقا فليس عليه اضر من ذلك الدلس خطر شي نعم خد زاد نقصان ده ولا اقطع له عن الله ربس نشتاري خد زاد ساتن ول شي نعم خد كان واحجب له عن مصالحه وسعادته منه اور ساري خد حجاب اس مز امس تاما كان نش ام چو مصلحه ونش اور سعاده من جنش فانه اذا تعلق بغير الله وكله الله الى من تعلق به يلي غير الله ست بن تعلق جوڑان چو امس رب شروان تمسي امس تي جوڑ بن بن وخذله من جهه من تعلق به چو مست رب چو مست پري ترام بي اور مددگار يا پرمس بيس نفرست يعني غير الله سجود بن بن وفاته تحصيل مقصوده من الله بتعلقه بغيره امس گوس مقصدي فوت يسمس حاصل گسا الله تعالى سنش كم زري گوس فوت ام جور بن تعلق غير الله سجود والتفاته الى سواه ام قر التفات رب بغير بيس التفات مطلب بيگو متوجه فلا على نسيبه من الله حصل ولا الى ما امله ممن تعلق به وصل من نگو امس رب سنش پن نصیب حاصل اور يمس تم پن پان جود تمس نشتغون امس كان مقصد حاصل قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا يما حصلت الله ترس بغر آلهة معبودان باطل تاكي تم بنا نمن مددگار تم کرن نمن سپورت قلا هرگز سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد هرگز يم کرن اندس عبادت انكار اور يم بنا نمن كي اپوزر بغا او سمجھ وران فاعدم الناس خذلانا من تعلق بغير الله ساري خط يعني يس خذلان يعني يس بيارو مددگار او تراونو سوچ ساري خط سو يس غير الله سجود بان بان فانما فاته من مصالحه وسعادته وفلاحه اعدم مما حصل له ممن تعلق به يمس فوت گونا سوچ زياد بورد تام خط يمس حاصل يمس رزر فوت گوي يمس سعادت من فوت گوي يمس كاميابي فوت گوي سوچن خطرش سوچ ساري واريا بورد همنيش يسمى حاصل گو غير الله سجود نظري وهو معرض للزوال والفوات اور یہ امس حاصل گو نا سوچ ختم گسن وول اور سوچ فوت گسن وول ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستذل من الحر والبرد ببيت العنكبوت اوهن البيوت وانا تمس مثال يسسا غير الله سيت پن پن جوڑ سوچ تتے پیٹ یس زال رسن زال استل سای حاصل گری ها اور سوچ ساری خود اوهن البيوت کمزور گر المفسد الرابع من مفسدات القلب سواء الطعام كن وش شنو ايش كنت كامو بتوس وانا المفسد له من ذلك نوعان وشو وين ضيعوا طريقه وش مش كن سنه خراب كيري كذا طريقه انا هاي تشكو بيدس لا ايش كش ايش نكهه شو قلنا وانا احدهما ما يفسده لعينه وقد نقول يسمس بعينه كان شيء مش خراب سنه كيري وذاته كالمحرمات حرام حرام كشمس حرام يقام كيتني زياده كيتني سكه كسنمس خراب وهي محرمات لحق الله ومحرمات لحق العباد ذات اصلا تبي ربنا كلمه حرام نتا اشبي كان شو حق هي كوي حرام دايم كو ما يفسده بقدره شو صح حلال لكن شو كمان تو زياده شو مش خراب سنه كده وتعدي حده شو حد نبر نيران شو مش كران قال اسراف في الحلال حلال اسمك كر اسراف والشبع المفرط حد نبر يدبر شو انا ازاي ما هيتست كل ساعه هيك زیادہ پام لیکن اکثر چھ کرنے کی فانه یسقله عن الطاعات یہ بس گبرا وان چھ پتہ اطاعت ہکان کرے ہکا کرے تو چھ نہ بوت منس نہ ات کون ایتس گسان اس بات کین لوکن ہن چھ بوس بوت سا بوتس سا وے کرا کرا کیا وے وے کرا کرا ان سے کیا دلیل ان سے بس بات کیت اور مش یڑ دا گون سات سہل چھ کیا ہمت گچ منس مہلی سے چھ نہ اٹس گت تو ایسا بھی مطلب لڑکا آخو اس کو سم بات کھینچ نا کہا صاحب اب تم لوگوں نے بات کھینو لوگوں نے بڑا سا تو صاحب پتہ اور یڑ داگ ونس میں یڑ داگ تم سنوں سہل ہی ماجی ونس سہل ہی چینس مری سے سن اور اٹس کے سوچ تو کیا چوں کیا وا ود کے تو چرا مطلب چرا سا کہ ہن کہ ہن چھ کیا کہ ہن کہ سن کہ ہن لوگوں نے زندگی میں مقصد چھ ہویا سن
اچھا منا ايش بد اطاعت اور ايمان ايش بد اطاعت كان بد كده اچھا ايش بيشغله بمزاوله مؤنه البتنه ومحاولتها وش ما يكشف بيقرا يس زياده حيوان اشته مش نادي خاطر مهنه تكر زياده زياده كم هاو صحيح كويس ايش روزن اول بس كم هاو اور بس شرب راو ठीक है كويس ايش روزن اچھا حتى يظفر بها يعني ايش كرا مهنه ديسكاس مش كويس لغايه فاذا ظفر بها شغله بمزاوله تصرفها ووقايه ضررها يل بد كويس لغايه سكن بعد شو روزن مشغول قص وكسن كار بات مز تیار كيف پيت كار ها تیار كيف پيت كار اور نقصان گسمن اتواتن چم با ستور تھو وتعذي بثقلها اور بيش مس پتہ ام کي گوبر رسيد كات عزت وات نام امش پوا ام کي خيال تھو وقوى عليه مواد الشهوه اور بيش کي امس پتہ زياده شهوه تو مواد گه يو زياده کينه تمش شهوه تي بڑن تو فرمان رسول الله صلى الله عليه وسلم کي نوجوان گه من نکاح سن هکان تھ کرت کين تم گه تھون وترك مجاري الشيطان ووسعها اور ايش الشيطان سز واتي كترا وان يلا ترا وان تمن دستك دي ما اور يلا ترا وان فانه يجري من ابن ادم مجرى الدم كيش ادم سنس اولادس كه خونك بيت داو داو كران فالصوم يضيق مجاريه ويسد عليه طرقه روز كه شمس كران ايش امس يم واتي كران تان كران اور بي كيش كران يم وات ركاوان امس والشبع يطرقها ويوسعها اور زاد كون شمس كه بڑاوان ومن اكل كثيرا وشو يس كي زياده شرب كثير شي زياده ونام كثير شانغي فخسر كثيرا دم زياده خسر وفي الحديث المشهور انا مشهور حديث شو تشو ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه اك انسان نصبر نص بني يد خط كان بدتر چیز بحسب ابن ادم لقيمات يقيمن صلبه ادم سلس اولاد قدر شي كي لقم كفي يم بس قمر ثمن شد فان كان لابد فاعلا اگر وہ ضروری آ کھیون زیادہ پہم فصول سن لے تعام وصول سن لے شراب وصول سن لے نفس نفس اور گو کھین اور گو چین اور گو پتہ شہز خطر میدس کرن کس چیز وہ گو کھین یہ چیز سنا ختم کر ونا پھاک دیو پھاک یوتھ انسان دینا امس دماغ تیزان امس تم تم فوائد دیوان ذہنس مز امس یڈ بھرت ین المفسد الخامس گو کثرت النوم زیادہ شومن دونوں دمس گشت دی خوش فانه يميت القلب نندر چ دل اسکا کرن مارا ويثقل البدن چ بدن اسکا کرن گبراوان ويضيع الوقت وقت ضائع کرن ويورث كثره الغفله والكسل اور چ مسکا پد کرن کثرت سان غفلت بے سستی ومنه المكروه جدا اور کہ نندر چ مكروه ها ومنه الضار اور کہ شي نقصان دي غير النافع للبدن چن بدن سوات النفع انفع النوم ما كان عند شده الحاجه اليه نفع باخش نندر چ سو يلي حاجه تاس اسکا مسا چھ اس گڈ ترام بسترس مس پان پتہ نہ نندری نہ یوان شنگون چھ تام سادل چھ کیا نندر یی تہ تراخ پان یوت اس کھپ صحیح آ سمجھ وستی سو چھ ساری وقت نفع بخش کوئی مشتم سات ضرورت ہن و نوم اول اللیل پش پتہ یم لکھڈ بچ چھ نہ سات بشی تہ بر شنگا پتہ تلو پتہ وٹو یس لکھڈ بچ چھ تہ مگر سات شنگا تہ بشی تہ درخ کر کران نسان اور لٹ بن پت نندر کس مشتم یی و یہ عادت گس بچن نش شو تمہ تم مان بسترس مز بہن وانس چنگ تمہ بسترس پتہ نندر تم چھ مان یل تم نندر کھاسہ تمہ پتہ پیوان پتہ ماج نش اور یور یوان تہ پچھ تم نندر پیوان گو یہ اصل عادت تمہ مز ونا نوم اول اللیل احمد و انفع من اخره روس نس اول حصس مز شنگون سو چھ زیادہ نفع بخش کم کھوتہ اخر حص کھوتہ ٹھیک چھ و نوم وسط النهر انفع من طرفیه دو کس درمیان اس مز شنگون چھ زیادہ کیا نفع بخش کم کھوتہ امکن دون حصن مز شنگون وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه يتاخ انسان شانگنكات دوكن دون حسن زاد قريب قريب تو تشتمك نفاقه گسن كم وكثر ضرره امك نقصان چ زاد گسن ولا سيما نوم العصر خاص طور پر عصر اس شانگي والنوم اول النهار الا لسحران بي اول دوكس اول حصص شانگي سوائي رات اساسن خوشار اساسن يعني كم چرسا كيا كم كرا رات اس ومن المكروه عندهم النوم بين الصلاه الصبح وطلوع الشمس تجويات اور مکرو چھ علماء نزدیک فجر پٹھ طلوع شمس استن شنگ اگر شنگ نہ آسہ گڈ کتن عبد اللہ مسعود است طلوع آفتاب استن گڈ پیاران پتہ تم 10 منٹ استن گسان اس گسان اس پیاران پتہ استن پتہ آرام تراو کیا جس سن برکت خو وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ دعا کر مت ربا مینس امت اس کرزی کیا برکت فی بخورها ام کس صبح کس وقت اس صحابی اخوس پتہ سوس کیا کڑان صبح کس وقت اس تجارت شروع کران ونا تم اس کر ربا تیسا برکت یعنی کیا تم کر تم سوسا تم کر یہ عمل اتھریس پر یقین تھے سمجھے ایمان وہ طلوع شمس استان کا کم سے کم کیا خوشار فانه وقت غنیمه ونا ایسا شاسا غنیمت وقت ترا فائدہ حاصل کرنا والسير والسير
وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة. يبرا بسون قربك سفر جنا اختيار كران تي دي قدر شات وقت اس كي عظيم يعني سو ديستينجويشن فيتشر اخسل حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس. وانا اگر تم رات است اسن رب سون سفر قرم عبادت قرم تم شن تو دي پنس نفس دما اجازت تم شنگن طول افتاب استن تم شو تي طول افتاب گس تم پت شنگن شبن مل گش کران يا سلام يوز پرت يور گيس تو بي كم سكم كوتو داوس پارون طول افتاب استن فانه اول النهار ومفتاحه وانا كاز شو دو گودنو کي سور امش كونس ووقت نزول الارزاق امسا چ رزق نازل گسان وحصول القسم امسا چ تقسيم گسان وحلول البركه برکت نازل گسان ومنه ينشا النهار ايت پر شو دو گسان شروع چ دو کرك بيگين تو ٹھیک اسي دو پت وين صاحب حكم جميعه على حكم تلك الحصه اور يس ات حصہ شنا حكم سوي پہلی پتو سي کیا سرس اگر چ اتمس برکت گئی حاصل يمس دو گودنو کي گسنا خراب تمس گس سوري دو خراب سمجھے ما. فينبغي ان يكون النوم هكا نوم المستر انسان سس نندر گس اسن مستر سس نندر يعني يمس ضرورت پي تلي گسي کیا شنگ بوجت فبل وبالجمله فاعدل النوم وانفعه نوم نصف الليل وناس وش من نندر قش ساري خط نفع بخش سو کیا شو نوم نصف الليل نصف الليل يعني نصف الليل زين والسدس هي الاخير ور شنگ نصف رستين ور کیا نصف رستان پت وقت کاری تہجد ادا پت شنگ بی لاسٹک شی مسس پت شنگ بی کیا لاسٹک شی مسس وہو مقدار 8 ساعات سقوط گنٹ شی ما 8 گنٹ کوتا وهذا اعدل النوم عند الاطباء وانا ايش ڈاکٹر انش کیا تم وقت کن حکیم نے ساری خود درمیان نظر فما زاد عليها او نقص منه يس ايم خود زیادہ کر نظر ايم خود کم کر اثر عندهم في الطبيعه انحرافا بحسبه امش انحراف گسان طبيعت اس مس يعني شو جنرل یہ جنرل ماسن خطر یہ ہر کس خطر ثقس گنٹ شو کرن ابن القیم صاحب جو گٹا یہ ہر کس خطر چھنا پاس کرن جڑا بس کرن ژور مثلا ژور ساڑھ تر گنٹ شو کرن بے اصل پٹ کن سات چھ پیوان ہفتہ مس کن دوش پیوان پتہ شانگ ضرورت چھنا مطلب سو بڑا اس کڑن لیکن ہت بڑ چھ تر ساڑھ ساڑھ تر ژور گنٹ چھ ٹھیک از 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 چھ کن سات کرن ڈائی گنٹ چھنا صبح اک بجے شانگان تہ ساڑھ تر چھ واتن بے وقت وہ کرو چھ نے انت میں اٹھن گنڈن کریو ہمیش تھا و من النوم الذي لا ينفع ايضا وانا سن اندر یوس نفع وات نا وان چھ کہ ہنت النوم اول الليل یم ساتھ شین کم ساتھ مغرب پتہ یعنی اول ادم نہ اول الليل سوس نہ یہ کہ ادن مراد کیا غروب آفتاب پتہ یہ تھی شین عقیب غروب الشمس حتى تذهب فحمت العشاء اس کا پتہ ایشی ہش ان گرتے ختم گس و کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرهه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نا پسند کرا عشاء بون شنگون فهو مکروہ شرعا و طبعا اسی شرعی طور پر تے مکروہ اور نیچرلی تے طبیعتی طور پر تے چھ وشان کی اسی مکروہ ام سے چھ گبان پر انسان و کما ان کثرت النوم مورثه لهذه الافات ونن اس پر سے نندر زیاد کرن اس کیا یم آفات چھ یم پد کرن فمدافعته وحجره مطلقا مورث لافات اخرى ونن اگر سن نندر کترایو کرن نندر ام سے تے چھ امس کیا بے آفات گسان تم کم آفات چھ بوجو کیا کیا گچھو تے من سوء المزاج ام چھ مزاجی بدلان بد مزاجی گسان و یبسہ خشک و انحراف النفس ام سو نفس چھ بدلان و جفاف الرطوبات المعینہ علی الفهم والعمل اور تری چھ امس ختم گسان امس مدد کرہن کیا سمجھن اس مت ام چھ پتہ سمجھ یوان کہین چھ پتہ خود پاری و یورس امراضا متلفہ لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها وانا بيشيم حلاقت كيز امراض امس مس بود كران يمن ما يتيم امراض بود گسان چي ي نفر چون نپ دل پٹھا كان فائدہ حاصل كريت اور نپ ني بدن پٹھا فائدہ كان حاصل كريت وما قام الوجود الا بالعدل وانا وجود چون قائم دنيا ہز مس سوائے گت پٹ عدل ذریعہ فمن اعتصم به فقد اخذ بحذه من مجامع الخير والله المستعان جس عدل استاف كاري تم کر خير كن تمام چيزن تھاپ اور الله تعالى سچ مدد يمن طلب كرني کي اس پران منزلة التذكر منزلة التذكر اش وش كيت تذكر تفكر شو بانو وار تھا وان پتون تفكر كيت پيت وات نا ایک انسان اس تذكر اس نا تم کم کم چیز اش وان تم اسا پانچ چیز یعنی تم اسا کیا کیا تری چیز قصار العمل التعمل في القران اور پتی يمشي مفسدات يمونش بچون تم مفسدات اس پانچ تم مفسدات اس تم اس پارا ان شاء الله تعالی دین اس پیس پیٹ تفکر کرنو توفیق اور پت تذکر کرنو توفیق اور اللہ تعالیٰ بنائے ایسن پن نیکو کار بندو مز دنیا مز تک جنت عطا اور آخرت مز تک جنت عطا آمین اقول هذا واستغفر الله لي ولكم